نعم، يعني الاعتراضات ربما كانت عن فكرة أن من الدور المصري ينتهي مع المساعدات حينما تسلم إلى الجانب الفلسطيني. نعم. الاعتراضات كانت ربما عن طريق الوسطاء فيما يتعلق بآليات ما تم الاتفاق عليه في الهدنة، من ضرورة أن يكون هناك إيصال للجزء من القطاع الشمالي أو من غزة. ولكن فيما يتعلق بالمساعدات فهي تتم بسهولة ويسر، هناك وصول ل 200 شاحنة يتم دخولها يوميا مع ساعات الصباح. هناك تكدس في الجانب من معبر العوجة لأن هناك الكثير من الشاحنات المتواجدة سواء في معبر رفح أو حتى في الشيخ زويد وأيضا في عمق مدينة العريش، فلا يوجد أي مشاكل متعلقة بأعداد الشاحنات أو المساعدات، ولكن التعطيل والتأجيل يحدث مع الجانب الإسرائيلي. ولكن رغم ذلك نحن نتحدث بأنه هناك 4 أضعاف يعني ما يتم دخوله خلال أيام الهدنة عن ما كان خلال الفترة الماضية. نتحدث عن متوسط 50 شاحنة في اليوم لم تكن تدخل كاملة، اليوم نتحدث عن أقل من 200 شاحنة في بعض الأحيان، ربما 190 وغيرها. يبقى العدد قليلا لما يحتاجه القطاع، ولكن هناك نوع من السلاسة فيما يتعلق بتدفق الشاحنات في الأيام اليومين الماضيين.